بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة النهاردة أنا كان عندي مقدمة مختلفة خالص عن المقدمة اللي أنا هقولها لحضراتكم دلوقتي. المقدمة دي أنا غيرتها لسببين. السبب الأول وهو أن كثير من الناس كانت بتتكلم معايا في هذا الموضوع. ثانيا الأغنية اللي أنا سمعتها دلوقتي، المقدمة اللي أنا كنت هقولها دلوقتي أنا هغيرها حالا، هقول كلام تاني مختلف. هقول كلام تاني مختلف لسببين، أنا قلت لكم السبب الأولاني والسبب التاني الأغنية اللي أنا سمعتها دلوقتي. إن الأهلي ليس مجرد شعار. النادي الأهلي بيعلم الناس دائما القيم والمبادئ والأخلاق. أنا شخصيا مقتنع بهذا الكلام. وهفضل أقول هذا الكلام لغاية لما أموت. وهعلم ولادي الكلام ده. كلام كتير جدا ممكن أقوله وممكن يعني اقعد اتكلم من دلوقتي واقعد اشاور بايديا واقعد اسال اسئله، ممكن اسال حد سال 3 4 اسئله، انا ممكن اسال 5 6 اسئله، ممكن اعمل حاجات كتير قوي، ممكن اقول كلام كتير قوي. ولكن الاغنيه اللي حضراتكم سمعتوها في البدايه دي اللي يسمعها بقلبه هيعرف قد ايه ان احنا لما بنيجي نتكلم لازم نعرف ان احنا ورانا 70 80 مليون. احنا كاهلاويه يعني لازم نعرف ان احنا ورانا جمهور عايز يكسب فقط بعيدا عن اي شيء اخر، عايز يشوف فريقه بشكل جيد. من ضمن الامور اللي بتصدر لجمهور النادي الاهلي خلال هذه الايام الاحباط. يعني ايه الاحباط؟ يعني ان هو يقول لك ان انت اصل انت مش منافس، اصل انت طبعا الكلام ده او الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، او ان المدرب بتاعك مش عارف ايه، اصل الكذا دول مالهم، اصل اللعيبه بيضربوا في بعض وبيتخانقوا مع بعض، اصل الجهاز الفني مش عارف ماله، اصل الاداره فيها ايه، اصل كذا 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 كذا. كل الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده على فكره انا في حاجات بتحصل في كل انديه العالم، في كل انديه العالم بتحصل، مفيش اي مشكله. لكن يظل دائما النادي الاهلي قيمه كبيره جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لنا كاهلاويه فقط. في ناس كتيره جدا ما بتشجعش النادي الاهلي ولكن عارفه قيمه ومبادئ النادي الاهلي، عارفه كويس جدا قيمه ومبادئ النادي الاهلي.